جاب لها جزيرة ب 241 مليون جنيه، هدية خيالية من مليونير لمراته، وسبب الهدية كان مفاجأة. يا ترى من ده وجاب الفلوس دي كلها منين؟ ومراته بتقول عليه إيه؟ سمعتوا عن هدايا المليونيرات؟ أيوة دي بقى هدايا غير كل الهدايا اللي سمعتوا عنها قبل كده، ولا ذهب ولا ألماز ولا حتى عربيات. دي الهدايا اتغيرت جداً وبقت عبارة عن جزر في عرض المحيط. أيوة دي حقيقة، وفي مليونير عربي قرر يجيب لمراته البريطانية هدية ما تتنسيش، وهو جمال الندق، واللي متجوز البريطانية سود الندق، وعايشين في دبي حالياً وكل يوم بيسافروا البلد. شكله الأمير حب يجيب هدية مش عادية، مش بس ما تتنسيش، لا كمان الناس كلها تتكلم وتحكي عنها. الهدية كانت عبارة عن جزيرة في قارة آسيا قيمتها حوالي 418 كرور روبية، يعني أكتر من 240 مليون جنيه مصري، والسبب كان مفاجأة وهو غيرته عليها. المليونير الشال عايزها تاخد راحتها وتستمتع بالشاطئ بحرية تامة ومن غير أي قيود من الآخر، وده اللي قالته لما اتكلمت عن تفاصيل الهدية بتاعة زوجها، وقالت إنه السبب في شرائه للجزيرة هو رغبتها في الشعور بالأمان والخصوصية وقت ارتدائها ملابس البحر. وطبعا سودي ما كدبتش خبر وراحت تحكي لمتابعينها على موقع انستجرام عن تفاصيل هديتها الفاخرة، ونشرت فيديو على صفحتها وهي موجودة على الجزيرة، والفيديو كسر الدنيا، وبعد ما نشرته بشوية صغيرين جاب ملايين المشاهدات، خصوصا يعني ان سودي متعودة على حياة السوشيال ميديا وكل شوية بتطلع وتشارك متابعينها على انستجرام صور ومقاطع فيديو توثق حياتها الفاخرة وتوريهم الهدايا اللي بيجيبها لها زوجها واللي بتكون غالية جدا، ده غير كمان رحلات السفر اللي بيودها لها في أرقى الوجهات السياحية في كل مناطق ودول العالم، وبتسافرها بطيارة خاصة، وفي كل مرة يسافروا فيها بيروح يختار أغلى الماركات والمحلات اللي موجودة في البلد ويشتري كل اللي فيها، شنط، جزم، إكسسوارات، ألماز، وأغلى حاجة في المحل بيجيبها ويختارها عشانها، ولا مواعيد العشاء بيعزمها في أضخم المطاعم الفاخرة حوالين العالم اللي بيصور فيها الأكل أشكال وألوان. ده من فترة طلعت في فيديو قالت إن جوزها سافر إيطاليا علشان يجيب لها عربية فيراري جديدة، وكمان اشترى ليها أكتر من خاتم ألماس وعقدة ألماس كمان، ومغرقها بتقلها ذهب، وبيطلع معاها في فيديوهات يلبسها سلاسل ذهب، ده غير إنه على طول بيجيب لها هدايا بملايين، عربيات أحدث موديل وشنط من أشهر الماركات العالمية، وكمان ده غير الخيل العربي الأصيل اللي جايبه لها، وده لأنها بتمارس رياضة الفروسية بتحبها، وعشان كده قرر يجيب لها أنواع كتير وأشكال وألوان من الخيل، وكل ده بيعمله المليونير العربي علشان يحسسها قد إيه هو بيحبها وإنها لازم تحس بالتقدير والحب ده ويوصل لها طول الوقت، خصوصا إنهم بتجمعهم قصة حب، وبدأت علاقتهم لما تقابلوا في جامعة في دبي وتجوزوا من حوالي 3 سنين، من ساعتها وهو معيشها ملكة عصرها وكل طلباتها مجابة من قبل حتى ما تقولها. قول لنا رأيك بقى في اللي بيعمله الأمير المليونير جمال الندق، وهل شايفه طبيعي؟